الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الدين بالعروة الوثقى، واعلموا أنكم محاسبون وعن أعمالكم مجزيون، وبين يدي الله واقفون في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله، إن الإسلام قد جاء ببناء التوحيد وقوة التوكل واليقين وحسن الظن بالله، وهدم معتقدات الجاهلية وما كانوا عليها من الأوهام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه التوكل واليقين، ويهدم ما كان عليه أهل الجاهلية من الاعتماد على الأسباب واعتقادهم تأثيرها بذاتها، فأبطل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، ومنها ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وزاد مسلم في صحيحه: ولا نوء ولا غول. فقام أعرابي فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما بال إبلي تكون في الرمل كالظباء، فيأتيها البعير الأجرب فيجربها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول. ففي هذا الحديث يا عباد الله، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأسباب لا تؤثر بنفسها وبذاتها وبطبيعتها كما كان أهل الجاهلية يعتقدون ذلك، وبيّن أن الأسباب لا تكون أسبابا ولا تؤثر إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى، أي لا عدوى تنتقل بنفسها. نعم، العدوى لا تنكر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح، وقال صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. ولكن المعنى أنه لا عدوى تعدي بذاتها وبطبيعتها وبتأثيرها، بل هي سبب قد يقع وقد لا يقع، ولذلك قد يخالط الصحيح، قد يخالط المريض ولا تصله العدوى، لأنها لا تقع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك في آخر هذا الحديث عندما قام الأعرابي مستشكلا وقال: إن إبلي تكون في الرمل كالظباء، أي كالغزلان، فيأتيها البعير الأجرب فيجربها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاطعا حجته: قال: فمن أعدى الأول، أي من أعدى البعير الأول الذي جاءه المرض من غير عدوى وانتقال. لا عدوى ولا طيرة، والطيرة يا عباد الله
هي ما أمضاك أو ردك من المرئي والمسموع وغير ذلك، وهي من التشاؤم وهي من الشرك. وقد كان أهل الجاهلية يتطيرون بما يرون وبما يسمعون، وكانوا يتطيرون بالأماكن والأزمنة، وكل ذلك أبطله الإسلام وقوى جانب التوكل على الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، فما أمضاك أو ردك مما تكره فهو من الطيرة، أيًا كان هذا الذي تطير به المرء. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. والهامة كان طيرًا، كان طيرًا يتشاءم منه أهل الجاهلية، وكانوا يقولون إن روح القتيل إذا مات ولم يؤخذ بثأره كان في روح طير يردد اسقوني اسقوني حتى يؤخذ بثأره. وقيل الهامة هي البومة، كانوا يتشاءمون بنزولها على البيوت والأماكن، فيتشاءمون بالبيت وبالمكان وبالزمان الذي يرون فيه هذه البومة. فأبطل الإسلام هذا كله. ولا صفر، وهو شهر صفر الذي كان أهل الجاهلية يتشاءمون منه، فلا يسافرون فيه ولا يتزوجون فيه، بل كانوا ينقلون حرام شهر الله المحرم إلى شهر صفر. فأبطل الله عليهم ذلك فقال: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليحلوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. ومن الناس من قابل تشاؤم أهل الجاهلية بصفر بقوله صفر الخير. وقد سئل عن ذلك شيخنا العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى فنهى عن ذلك وقال: لا خير ولا شر. نعم، شهر صفر شهر من الشهور، لا خير ولا شر، فمن قال أنه شر فقد تشبه بأهل الجاهلية، ومن قال بأنه خير فقد جعل خيرية من غير دليل. وقد قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا صفر، أي لا صفر يتشاءم به، ولا نوء ولا غول. والنوء هي الأنواع والنجوم، فقد كان أهل الجاهلية يتشاءمون ببعضها ويعتقدون تأثيرها، فأبطل ذلك الإسلام. ولا غول، وهو جنس من الجن يتعرضون للناس في الطرقات فيضيعونهم في طريقهم، وكانوا يخافون منهم ويعتقدون بهم ويتشاءمون به ويتشاءمون منهم إذا خرجوا في طريق معين، فأبطل ذلك الإسلام. وقد جاء في الحديث: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. وهذا واقع ومجرب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فإن الإسلام لا ينفي وجود الأسباب، ولكن الإسلام ينهى عن الاعتماد عليها واعتقاد تأثيرها بذاتها، فإن ذلك خللٌ في التوحيد وشركٌ بالله سبحانه وتعالى. ولكن المسلم يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويقوي يقينه بربه ويعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى ويفعل الأسباب، لأن الأسباب موصلةٌ إلى الشيء ولكنها ليست موصلةً بذاتها، وإنما بتقدير الله سبحانه وتعالى.
واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه وتذكره به يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ولي عليهم خيارهم، واكفهم شر شرارهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.